وشغل قصيدة اللي أنا منشدها في جواله هو. قلت أشهد أن لا إله إلا الله. لا لا من قال لك صوتي؟ من قال لك؟ قال إلا صوتك يا شيخ اسمع. إلا القصيدة حقتي. قلت سليمان؟ قال نعم. قلت من وين جبتها؟ قال ما أدري أنا أخذتها من جوال أخوي محمد. يلا أخوك محمد من وين جابها؟ قال والله ما أدري. هل تصدقون يا جماعة أنني والله إلى هذه اللحظة لا أدري من أين أخذها؟ ما أدري كيف انتقلت إلي. ما أدري 6 أشهر أنا أعيش مع ناس كثير، أضع جوالي أحيانا في المجلس، أحيانا أقوم أتوضأ والجوال مع واحد، ما أدري كيف وصلت إلي. انتبه لتقول أنا عندي أشياء يا شيخ ولا تنتشر، حتى لو لم تكن تنتشر حرام أنك تحفظها عندك. ما أجمل يا شباب أن الواحد يفتح جواله ويدخل إلى الاستوديو اللي في الجوال يمسح المقاطع ويرفع يديه يقول اللهم إنك تعلم أنني أشتهي أن تبقى هذه المقاطع عندي، وأنني أستمتع برؤيتها، وأنني ما أحد ألزمني، لا أب ولا أم ولا أحد أني أمسحها، لكن أنا أمسحها لأجل أنت بس، لأني أحبك يا رب العالمين. تمسحها، ثم تأتي إلى كمبيوترك أشياء محرمة فيه تمسحها، تقول عشانك أنت يا رب العالمين بس عشان تحبني. وتأتي وإذا جلست أمام التلفزيون ومعك ريموت كنترول وجاء على بعض المقاطع السيئة والرقصات والأمور المحرمة وتغير، تقول يا رب عشانك أنت يا رب العالمين بس عشان تحبني. أنت لما تفعل هذا تقوي علاقتك برب العالمين. متى تظهر العبادة الحقيقية؟ تظهر العبادة الحقيقية لما تكون أمامك شهوة وتتركها لأجل الله، وأن يتنازعك فعلا معصية وطاعة فتقدم الطاعة على المعصية. ابن الجوزي لما ذكر يوسف عليه السلام وأن يوسف أقبل وامرأة العزيز قد تهيأت له بأنواع الزينة والفرش وهو غريب في البلد وشاب وفي خلوة وياها، وهي التي تدعوه وسيم جميل حسن، وهي التي تشتاق إليه، وعبد مملوك عندها، وزوجها قليل الغيرة، كلش مجتمع يدعوه إلى المعصية، ومع ذلك يصرخ يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وعلى الباب وهي تلحق وراء حتى مزقت ثوبه من الخلف ويفتح الباب وراء الباب لحد ما هرب منها. يقول ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا تريد تعرف منه العبد لله حق انظر إليه عندما تأتيه الشهوة ويمسك نفسه عنها. ما هو باللي يقول والله الحمد لله اليوم صليت الضحى، صح جزاك الله خير صليت الضحى يدل إن شاء الله أنك خير وأنك حريص على الطاعة، لكن كيف أنت عندما تعرض لك المعاصي؟ لما يقول لك واحد شوف هالبلوتوث انظر إليه، ولا انظر لها الصورة، ولا غير ذلك. والمسألة يا جماعة أحيانا أنت أحيانا تفعل الشيء فيقتدي بك الآخر. لماذا حرمت المجاهرة في المعصية؟ لأنها دعاية. لماذا حرم أن الإنسان يشتد إثمه إذا دخن أمام الناس؟ لأن ممكن واحد ما يدخن ويراك تدخن مبسوط يقول والله يا أخي الدخان شكله حلو، تدري أبدأ أدخن، وتأثم أنت بسبب أنك دعوته. مثل الآن تعال مثل بعض الفتيات الآن التي تلبس عباءات مخصرة وعبايات مزينة وعبايات منقشة وعبايات مدري إيش، يعني العباءة شرعت أصلا لستر الزينة، صارت العباءة الآن نفسها زينة. هل تعلمون أن لو مشت فتاة بهذا اللبس في مستشفى أو في سوق أو في غيره ورأتها امرأة أخرى وأعجبت بهذه العباءة وذهبت واشترت مثلها أن هذه تأتم؟ أو الفتاة اللي تجيك وكاشفة وجهها تقول والله يا أخي الوجه والكفين ما في بأس أنا ممكن أطلع، أنا أعجب من هذا الكلام. الآن أنا أسألكم سؤال يا جماعة، أليس الله تعالى يقول ولا يبدين إيش زينتهن، صح ولا يبدين زينتهن؟ أسألكم يا شباب وأنتم شباب قدامي في قمة الرجولة، زينة المرأة وين؟ أنت الآن لو تقول لأختك اخطبي لي وحدك، وجاءت وقالت لك والله يا أخي إن ما شاء الله معي واحدة زميلة معي في الثانوية البنت حلوة وجميلة وا وا وا، أنت ستسأل عن ماذا؟ هل بتقول وشلون طول سيقانها؟ إيش بتتزوج ناقة ولا بتشتري عنز؟ ما راح تسأل عن السيقان، تسأل عن إيش؟
عن ايش؟ عن الوجه. تسأل عن الوجه، لو قالت لك ساقها جميل وركبتها جميلة وأصبع رجلها الكبير حلو وأظافير رجلينها اللي على يمين فاتنة ومدري إيش، لكن المشكلة أن وجهها في كذا وكذا، تجد أنك تبنها لا والله ما الله يوفقها ويسر عليها ويرزقها غيري. لكن يا جماعة لما تكون هذه الفتاة تقول لك أختك هذه جميلة ووجهها كذا وتصف لك من أنواع الجمال، قالت لكن الأصبع الصغير في رجلها اليسرى لما كانت صغيرة سقط عليها دولاب وانقطع نصه، الأصبع الصغير في الرجل اليسرى، ولا ترى البنت تهبل، هل بتاخذها ولا لا؟ تاخذها، مش تدخل بها سباق أنت ولا بتدخل بها مزين بل يعني ما عندك مشكلة فيها. فانظر كيف مجمع الحزن في الوجه، ثم تأتيك بعضهن وتكشف والأمر عندها عادي. والمشكلة أن بعض الناس يا جماعة لا يقع في المعصية إلا بسبب صحبة هم الذين يدعونه إلى ذلك. ترى يا جماعة اسأل أي واحد واقع في الدخان يقول والله جلست مع الشباب مرة على الكورنيش ولا جلست معهم في الثمامة ولا جلست معهم في أي مكان ودخن فلان وفلان وفلان وبعدين عطوني ومن ذاك اليوم وأنا أدخن. اسأل أي واحد واقع في مخدرات، ما في أحد يا جماعة طلع من بطن أمه مع سيجارة حشيش، ولا في أحد طلع من بطن أمه مع السكين وقلنا والله هذا بيطلع قاتل وهذا بيطلع محشش، لا، لكن اجتمع مع ناس ودربوه على هذا. لذلك انتبه لصحبة أبو طالب لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو يشهق يموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو كلما أراد يقول لا قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية قالوا يا أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذول ربعه، هذول أصدقائه، هذول الشلة حقته اللي يجلس معهم دائما سواليف والطلعات مع بعض والروحات مع بعض. قال انتبه لتدخل في الإسلام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويأتيك الحماس كلها الذي جمعه وينزل، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يثير الحماس مرة ثانية، يا عم قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فإذا أراد أن يقول لا قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويخف الحماس حتى مات وهو على ملة عبد المطلب. ذلك اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، ليش؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طيب ما منعك أن تتخذ مع الرسول سبيلا؟ إيش السبب؟ يا ويلتا. ليش يا ويلتا؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليش؟ لما اتخذته خليلا ماذا أثر فيك؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. دائما يا جماعة الإنسان الذي يتخذ أصحابا فجارا يكون مثله. يا شيخ التفاحة الفاسدة إذا وضعتها في كرتون تفاح جيد تجد أن يصبح التفاح كله خربان وهي تفاح، فما بالك لما تجلس مع واحد وأنت جالس معه كل شوي يرفع التلفون يقول إيه يا حبيبتي يا بعد روحي ويبدأ يغازل. أنت كنت في السابق بعيد عن المغازل 100%، فلما رأيت المنظر صرت بعيدا 90% قريبا 10%، وبعدين بكرة قاعد يكتب رسالة قلت اكتب لمن؟ قال اكتب لحبيبتي، سيقع في قلب طيب وأنا ليش ما في حبيبة؟ فيقل حماسك وبعدك عن المنكر إلى 80%. ثم في اليوم الثالث إلا مع شيء مع هدية من وين؟ قال والله من صديقتي، فيبدأ يقل الحماس وتبدأ تنحدر معه في هذا المنكر الذي هو فيه. وهذا ليس خاصا بس بالشباب، حتى كثير من الفتيات ترى مع الأسف ما يوقعها في المعصية إلا صحبة معها، تأتي واحدة فاجرة خربانة وتبدأ تقول لها هذه هدية من صديقي وهذا اتصال من صديقي وأعطاني والله جهاز جوال جديد وأعطاني كذا، فتبدأ تدعوها إلى المعصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. انتبه لتبدأ تمشي مع هؤلاء الفساق فيفسدون عليك دينك ودنياك. أذكر أني في إحدى المرات ذهبت لإلقاء محاضرة في أحد السجون، ألقيت محاضرة على مجموعة من السجناء وكان فيه شاب يمكن عمره ذيك الأيام 18-20. هذا الشاب بدأ في البداية في ثالث متوسط اشترك في حلقة تحفيظ في مسجد، ثم في أولى ثانوي مشترك في بعض النشاطات الخيرة في المدرسة يعني، وشباب طيبين اللي معاه وأخيار